لأنه بين عم بينده طعن الشهيد
عشت أعلى من النجمات، قوة كل القديسين، رفقة الحرديني وبشوار. وعند إشراقة كل شمس أحياء، عند ظلمة كل قدر أحياء، في مسيرتنا أحياء، في وجداننا أحياء، في القضية أحياء. نعود لأننا ما تعودنا إلا العودة. أحييكم فردا فردا على كل ما قدمتموه في سبيل القضية، في سبيل لبنان، وأخص اليوم من بينكم مصابي الحرب. أصلي من أجل من شاركتهم الآلام المبرحة وقد تجرعت كأس الموت معهم. فوق الشمس مع الليل. إذا كان فخرنا كبيرا جدا بشهدائنا فهو بكم جميعا كذلك. نسأل الله أن يبارك الشباب والشابات اللبناني واللبنانيات، وأن يرزقهم أياما خيرا من هذه الأيام البائسة. المسيحيون في هذا الشرق هم بالفعل دائما، حيث لا ولم ولن يجروا الآخرون. لن نخاف من أحد ولا نريد ضمانات من أحد. فنحن في المواجهة باقون، حيث لا يجرؤ الآخرون باقون، حتى تحقيق أهدافنا كلها باقون. مهما فعلوا لا مكان لليأس بيننا، لا مكان للخوف عندنا، بك ننتصر. إذا دعا داع أو داعش فنحن للمقاومة جاهزون ولن نموت إلا واقفين. العدوان والإرهاب يزولان وحبة تراب واحدة من هذه الأرض لا تزول. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، العزة والكرامة لشعبنا الأبي. عاشت المقاومة اللبنانية، عاشت ثورة الأرض، يحيى لبنان. لا تخافوا
نحن مش ولاد اليوم، نحن مش ولاد اليوم، نحن أحفاد تاريخ طويل سقطت كل الصعوبات اللي واجهتنا خلاله وبقينا نحن وباقي لبنان. رفاقي الشهداء الأبطال كونوا مطمئنين، إذا كل الجيوش الغريبة والدبابات والمدافع والأمع والقهر والفقر والمجاعة ما قدروا نالوا من عزيمتكم، شوية أطنان من الزبالة ما راح تنال من عزيمتنا. ومثل ما أنتم بنضالكم تخلصتم من الجيوش الغريبة والمصاعب اللي واجهتكم، نحن بنضالنا مستمرين تنخلص لبنان من الأطنان الفاسدين وتجار السياسة. وما حدا يخوفنا بالصعوبات، نحن عند الصعوبات قوات. وقت اللي بدنا حماية الجيش اللبناني بيحمينا، وقت اللي الجيش ببطل قادر لا سمح الله لسبب من الأسباب، نحن نعرف كيف نحمي حالنا. وما حدا يخوفنا بالخطر، نحن وقت الخطر قوات. أولا لأن المسيحيين جزء لا يتجزأ منها الشرق، سكان أصليين مش جاليات، وبالتالي بينتهيوا بس وقت بينتهي الشرق. لم نقدم أرواحنا فداء عن هذا الشعب حتى يقدم صحته وحياته فدية لأصحاب الصفقات والسمسرات والسرقات، لا وألف لا. لبناننا سيبقى كما أردناه، ناصعا كالثلج، لا أسود كقلوب من دنسوا أرض القداسة والبطولة والشهداء فقتلونا مرة ثانية بفسادهم وشراهتهم وطمعهم. شهداؤنا لو حكوا لقالوا لقد كنا حيث لم يجوا الآخرون. وأنتم رفاقنا الأحياء على خطانا سائرون، حراس واعون لا ينعسون، بالحق والواجب دائما متأهدون، حيث لم ولا ولن يجرؤ الآخرون. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت القوات اللبنانية، عاشت ثورة الأرز، يحيى لبنان. Yeah.
سوريا عم بتبلش اليوم تعاني من زيت المعاناة يلي خلقتها على أرض لبنان. خلقت مشكلة مسلم مسيحي، اليوم صار عندهم هن مشكلة علوي سني. جربوا يتطاولوا على لبنان، إجا اليوم مين يتطاول عليهم؟ جربوا يقصموا لبنان، إجا اليوم مين يقصمون؟ جربوا يركعوا لبنان، عم بيركعوا هن تدريجيا وعلى مهلهم. نحن اليوم منو هممنا ابدا اذا بيروح حافظ الاسد ولا بيبقى، منو هممنا ابدا اذا بيتغير النظام ولا ما بيتغير، بيتغير ولا 60,000 عمره ما يتغير. اذا اجا نظام غير هيدا انا بشك انه النظام الجديد يعمل نص يلي هيدا عمله. يعني بيقولوا لنا اذا هيدا فل الله يستركم من يلي بده يجي، بعتقد اضرب من يلي اجا ما بفتكر حدا بعد معقول يجي. نحن بدنا امن المجتمع المسيحي لما يصير فينا مثل مسيحيه سوريا او العراق او مثل مسيحيه مصر. Come on, come on.
لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا. لا تخافوا شو البدو يصير مش اكتر من يلي صار لما بيدق النفير نحن البارودي والنار. لا تخافوا شو البدو يصير مش اكتر من يلي صار لما بيدق النفير نحن البارودي والنار. مهما الظلم علينا احتد نهجم ما منعد نرتد نحنا قد وقد القد نحنا قوات. مهما الظلم علينا احتد نهجم ما منعد نرتد نحنا قد وقد القد نحنا قوات. لا تخافوا نحنا قوات لا تخافوا نحنا قوات. لا تخافوا شو البدو يصير مش اكتر من يلي صار لما بيدق النفير نحن البارودي والنار. عم حبة لبنان ربينا دم وشهداء نحن عطينا يا ويلو البدو يعادينا نحن قوات. عم حبة لبنان ربينا دم وشهداء نحن عطينا يا ويلو البدو يعادينا نحن قوات. لا تخافوا نحن قوات لا تخافوا نحن قوات. لا تخافوا شو البدو يصير مش اكتر من يلي صار لما بيدق النفير نحن البارودي والنار. لا تخافوا شو البدو يصير مش اكتر من يلي صار لما بيدق النفير نحن البارودي والنار. نحن قوات لا تخافوا نحن قوات نحن قوات. لا تخافوا نحن قوات نحنا قوات. لا تخافوا نحنا قوات نحنا قوات. لا تخافوا نحنا قوات. يركع إيمانه ما بيتزعزع واصل يا سامر جعجع واصل عالجمهورية عن خطه ما بيزيح مهما تعصو في الريح صرف حروف التاريخ قوات اللبنانية. مسيحيون في هذا الشرق هم بالفعل دائما حيث لا ولم ولن يجروا الآخرون. جرنا بإنسان هي كربينا بالقوات بكرامة وعنفوات. ما بعنا ترابك لبنان ولا تجرنا بإنسان هي كربينا بالقوات بكرامة.
كرامة وعفوة ما بيصح إلا الصحي صوت الحق عم بيصير نحن الأرز اللي ما بيهتز نحن أم القضية الله ما بيركع والقانون ما بيتزعزع والسياسة بيرجعجع واصل عالجمهورية عم خطه ما بيزيع مهما تعصو في الريح صرف حروف التاريخ وبادي اللبنانية ايمان 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 رح يتحقق حلمك بشير وعلى وعدك باقي سمير لعيونك يضرب الأرز لما بيدق النافير رح يتحقق حلمك بشير وعلى وعدك باقي سمير لعيونك يضرب الأرز لما بيدق النافير نار القعدة من حرقك نحييها ومندمرها مهما يعصف عتم الليل تشرق شمس الحرية مشينا بطريق ما في أطول منه كبر الحريق والقعادي جنو مشينا بطريق ما في أطول
حين الوقت اليوم يكون عندنا رئيس مو بس مطلوب بس مقبول ومصرين عليه لبنانيا، حتى إذا سوريا، حتى إذا مصر، حتى إذا الفاتيكان، وحتى إذا أمريكا كان بدهم إيه، إذا نحن هالرئيس ما بينسبنا ما بيجي. لك وعلى بعض ما فيه اشهد يا ابني كرامة بلادك، اشتقت لك وعلى بعض ما فيه حضن السما من خلود امجادك، كل ما حكيتك جاوب علي، كل ما حكيتك. امريكا بدها رئيس جمهورية بلبنان ليقدر يمرق لمصالحها وخططها واعتباراتها ومصالحها على حساب الدمور، بإعطاء الدمور للفلسطينيين لقاء فلسطين المحتلة، وبإعطاء البقاء لسوريا لقاء الجولين، بيقدروا يعملوا رئيس جمهورية أمريكا ويعطي شقف من أمريكا للسوري أو للفلسطيني، بس ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. بين السماء والأرض وكل شيء السماء كبير. إذا سوريا خيو بدها رئيس جمهورية بلبنان ليكون رئيس لإلها وليكون ببرك كرمال لإلها، بيقدروا يعينوه بسوريا وبيقدر مجلس النيابة السوري يصوت له، بس مش مجلس النيابة اللبناني، وهيدا ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. كل شي السما كبير بطوله اليوم بده يكون رئيس الجمهورية اللبنانية لبناني قبل ما يكون سوري، قبل ما يكون أمريكاني، قبل ما يكون فاتيكاني، أو قبل ما يكون أي شيء. اشهد يا ابني كرامة بلادك، اشتقتلك وعلى بعض ما فيه حضن السما من خلود أمجادك، كل ما حكيتك جاوب علي، كل ما حكيتك جاوب علي. تراب الوطن مني سقيت دم، وبعد الشهادة غاب عني الهم، وبالمجد كله ما عدت مهتم، اللي بهمني لبنان، لبنان يا بي. وبخط أحمر بالمجد مهتم، أرزة وطننا مسيجي بالدم، خليك بالجنة ولا تعطى الهم، ولا تتابع لبنان يا بي. خليك بالجنة ولا تعطى الهم، ولا تخاف لبنان يا بي، ولا تخاف لبنان يا بي. يوم الشهادة عمدت لبنان، يوم القيامة منلتقي سوية. المسيحيون في هذا الشرق هم بالفعل دائما حيث لا ولم ولن يجروا الآخرون. سألوني مين بقلن قواتي، رافع الجبين شمخة أرزاتي. سألوني مين بقلن قواتي، رافع الجبين شمخة أرزاتي. سألوني مين، سألوني مين، سألوني مين، سألوني مين، سألوني مين، لك أنا لقواتي.
السحاب ورفعنا الرايات المرسوم بدم الأبطال والناس تقايدنا جعجع يا موحدنا والناس تقايدنا جعجع يا موحدنا عودنا عليك تعودنا رجال وحواليك رجال سألوني مين سألوني مين سألوني مين سألوني مين سألوني مين بقلن هو الدين سألوني مين مين بقلن قواتي رافع الشبين شمخة أرزاتي سألوني مين سألوني مين سألوني مين سألوني مين سألوني مين أنا القواتي من بعد كفرة جايين من حرس الجبة من دبي من بارقة من سورية بحمدو من دير الأحمر فرحلدة البترون نعمة أشرفية من بيروت جايين من جبال من بلونة المقاومة اللبنانية مستمرة حتى تحقيق كل الأهداف المرسومة وحتى تحقيق الغاية من إنشاء القوات اللبنانية والغاية من إنشاء تحرير كل لبنان تحرير لبنان من كل الجيوش والفئات الغريبة الموجودة على أرضه والأهم من هيك الوصول إلى صيغة داخلية لبنانية تمنع بالمستقبل حصول اللي حصل سنة 75 ومن سنة 75 ما نطلع لبرا بدنا إيد بإيد نضل عالحلو وعالمرة مهما سيوف القعدة تزل ما نطلع لبرا بدنا يبقوا أولادنا ويشمخ استقلالنا هالأرض من أجدادنا أرضك يا لبنان مشوار الحرية ابتدى بقى حاجيك المهب بالهوى طول عالنار
بدنا الزهرة لا للظلم بدنا لبنان جيتنا بدنا السلم منا بعيدي منا حلم بدنا الزهرة لا للظلم بدنا لبنان بحر شي كلمة الهوى